ملتقى يجتمع فيه رجال الأعمال وأبرز الشخصيات في المجتمع بهدف تعزيز الأعمال والمشاريع الجديدة وبث روح المبادرة في النفوس وتثقيفها وتمكينها. هكذا كانت انطلاقة ستارت أب ويكند في أمريكا خلال العام 2007. هذه الفعالية عبدالله حطت رحلها في دبي أول مرة عام 2011 ونجحت ضمن نسختها الأولى بحصد مشاركين، يعني حوالي 400 مشارك أيضا تواجد وشارك، وجهودهم كلها أثمرت في الكثير من المشاريع التكنولوجية المتعددة. نعم، ستارت أب ويكند يزور دبي مرة أخرى في دورة ثانية. التفاصيل في تقرير دلال عبدالله، نتابع. لطالما نجحت إمارة دبي من خلال أحداثها وفعالياتها وقاعدة رجال أعمالها بإثبات أنها بيئة كل شخص يسعى بأن ترى أحلامه النور. وعليه فقد استضافت هذه الإمارة وللمرة الثانية على التوالي فعالية ستارت أب ويكند، فعالية خيرية لا تهدف إلى الربح. يقوم المشاركون فيها بعرض بعض الأفكار لمشاريع تكنولوجية جديدة. فعالية اختارت دبي منصة لها بهدف تعزيز الأعمال على مستوى المنطقة والمشاريع المبتكرة الجديدة، فهي تتميز بإيقاعها المتسارع المرح حيث نجحت بإتاحة الفرصة للمشاركين عرض أفكارهم الخاصة بمشاريع الإنترنت والهواتف المتحركة لبضع دقائق أمام حشد من الجمهور، وبعد عرض الأفكار تم اختيار أفضلها من خلال التصويت. وخلال فعاليات الحدث قام مجموعة من الاستشاريين بتوجيه الفرق بهدف تشجيعهم، ما أتاح الفرصة للمشاركين للاحتكاك مع نخبة من رجال الأعمال الناجحين والتعرف على تجربتهم عن كثب. لتمسي هذه الفعالية سباقة بإنشاء بيئة تتلاقى حولها مختلف الثقافات وتلقي الضوء على روح المبادرة للأعمال وطرق تأسيس مشروعات تكنولوجية هادفة. دلال عبدالله لدبي هذا الصباح.